تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية تنشط في مجال المتاجرة بطريقة غير مشروعة بالمخدرات، أين أسفرت العملية على حجز أزيد من 8 كيلوغرام من الكيف المعالج مع توقيف 3 أشخاص متورطين في القضية مع استرجاع كذلك شاحنة تستعمل في نقل هذه السموم وكذا سلاح من الصنف الرابع. بعد انتهاء من جميع إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمية.